بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. المدافئ الكهربائية كلها بها وسائل أمان، وخصوصا المدافئ الزيتية. ليش؟ لأنه المدفئة الزيتية بصراحة عبارة عن أنبوب مغلق، خلينا نسميه، وبداخله زيت، فارتفاع الحرارة بدون سيطرة، بدون كنترول، بدون أمان، يسبب مشاكل خطرة. ولهذا المدفئة الزيتية تلقى مسوي لك عدة مراحل للأمان، مثل ما راح نشوف بهاي المدفأة، على خط الحار والبارد، خلينا نقول الـL والـN. راح استعرض لكم مراحل الأمان، وما لك حق تلغي أي مرحلة أمان. إذا نشوف هنا، هذا هو الهيتر مالتها، راح أشرح لك هسه على الرسم. هذا هو الأوفرلود، هذا حساس انقلاب الصوبة، من تنقلب الصوبة يطفيها. هذا هو الثرموستات. فإذا عدة مراحل. الفيوز دائما تلقونه بهذا المكان، تشوفون هذا التيوب، هذا التيوب ولازمينه بقفيص. هذا القفيص هو للفيوز، هذا الفيوز دائما مخفي هنا هذا المكان. فنجي نستعرض بالمخطط حتى تفتهمونه، وبعدين أكمل لكم الشرح مالته. عندنا الكهرباء الـ L والـ N، حار والبارد خلينا نسميه. هنا اول ما تجي الكهرباء على الاوفرلود، بعد الاوفرلود جايه على الفيوز، وجايه على الهيتر، على المشترك. الهيتر باخذين له مصباح دلاله، هذا مو مشكلتنا هسه، مصباح الدلاله. لاحظ مخلي لك وسيله، وسيلتين امان، على وين؟ على طرف من الكهرباء. هنا نجي على الان، الان هنا هو مصدر 220، خلي لك على حساس التوازن، هذا اللي من تنقلب الصوبة تطفى، وحاطي لك عليه ثرموستات. يلا رايح على المقسطة اللي هي هيتر واحد وهيتر واثنين، لأن هذا بهيتر طرف مشترك وطرفين، يعني هيتر واحد وهيتر اثنين. فإذا مراحل الأمان مهمة جدا، ما لك حق تلغيها، وخصوصا بالمدفأة الزيتية. احتمال تقدر اكو شغلات بغير صوبة، لكنه الصوبة الزيتية لها خصوصية امان عالية. ولهذا الشركات هسه اذا نحسب مراحل الامان، الاوفرلود مرحلة امان اولى، الفيوز مرحلة امان ثانية، نجي هنا حساس التوازن هذا مرحلة امان ثالثة، والثرموستات هو حساس للحرارة وهي المرحلة الرابعة. اذا اربع مراحل امان حتى يأمن لك بخط الحار وبخط البارد. دائما شلون تعرف هاي مرحلة امان؟ اذا كان الربط توالي على خط الكهرباء، اذا هذا امان. ليش؟ الاوفرلود هذا من يعطل يقطع الدورة، اذا طفى الكهرباء، لو يطفي لك الحار لو البارد مو مشكلتنا احنا، المهم تنقطع الكهرباء. مثل ما هسه راح نشوفه بهاي المدفأة، جيت فحصتها لقيت عطل بالثرموستات. هنا هسه عندنا هاي المدفأة الزيتية، فحصنا المصدر الكهرباء. انا طبعا كل مصلح عنده طريقه بالفحص، ما انصحك انت تطبقها بالبيت الا اذا كنت متمكن. اول شيء اشوف مصدر الكهرباء هذا الحار والبارد، تشوفونه، اجي اسوي هالشكل. لاحظ المصباح دا يشتغل عندك، تشوفون المصباح بالخلفيه مالت الصوره، هذا المصباح دا يشتغل عندي، اذا واصله كهرباء للمدفأه. جيت على وحده وحده، اجي اسويها شطل هنايا، زين، ماكو اي شيء. جيت على هذا نفس الحالة، الثرموستات ماكو. جيت على هذا، لاحظ باوع اشتغل الجلوب، تشوفون الجلوب بالخلفية، اذا هذا الجلوب، لاحظوا. فاذا هذا كثرة الاستخدام شو يصير به؟ يصير به هرش. طبعا هذا متوفر بالاسواق، هذا متوفر بالاسواق طبعا، وسعره مناسب. ينكتب عليه الامبير ودرجة الحرارة اللي يتحملها، زين. هذا هسه مثلا 10 امبير 250 فولت، 10 امبير 150 125 درجة الحرارة مالته، زين عيني. فهذا الحلو البي طبعا، هذا النوع هسه جاي جديد هنايا بالاسواق، بي من يتحسس الحرارة عالية يطفر هذا من هنايا، فترجع لازم تدوسه هاي الدقمة او هذا الزر، تدوسه يرجع مضبوط. فاحنا هسه راح نبدل هذا ونشوف الفرق اللي راح يصير عندنا. ملاحظة مهمة عند التبديل، لاحظ هذا الكلش شلون مسوينه، لاحظ
جعصين الجعص وخلينا يعني لبس مالته مو مضبوط. فهيج حاله لازم تبدل لك لبس ماله، لانه راح نفس الحاله اللوزر راح يصير هنايا راح ايضا ياثر على الاوفرلود ويقطع لنا هذا. فهسه راح نبدل الفيوز الكليبس العادي. بعد ما كملناه لاحظ كلش قوي صار، خلينا على عازل حتى يسوي لنا امان 100%. بعدها راح نشغل ونشوف التشغيل مالته. هنا اشتغلت تقريبا 8.9 بالعشرة امبير. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.